يوسف حجي، غادي نتابعوا يعني الملخص ديال الجوله الاولى. اكيد بانه حنا غادي نشاهدوا المنتخب الايرلندي، يعني البدايه يعني كانت محاوله، ولكن بعد ذلك المنتخب الوطني المغربي خدا بزمام الامور، خصوصا بواسطه نصر الشاذلي اللي حتى الان اعتقد بانه قدم الاسم ديالو بطريقه احترافيه بتمريرات جيده، وكذلك كان بامكانه كنعرفوا الرجل اليسرى اللي قويه، وبان رغم يعني البدايه ديال يعني انه نصر الشاذلي كيلعب الى جانب مروان شماخ الى جانب يوسف حجي وحسين خرج، اعتقد بانه بدا شاهدنا هناك انسجام. فكاين انسجام كبير بين يعني جميع الخطوط ديال الفريق الوطني المغربي، خط الدفاع وسط الميدان والهجوم. البدايه كانت للفريق الايرلندي في محاوله واحده، وتدخل نادي المياغري من عرضيه كانت ارضيه، عدا ذلك فالفريق الوطني المغربي هو من تسيد المباراه. نعم. استحوذ على وسط الميدان، ناور من جميع الجوانب، كانت الجهه اليمنى هي الانشط بتواجد اللاعب بالهندا واللاعب يوسف حجي ثم اللاعب السليماني، وبالتالي اللاعب الشاذلي في جهه الرواق الايسر فهو يعني امتعنا. نعم. ابرز محاوله ديال المنتخب الوطني المغربي يوسف حجي، وهنا كانت لو يعني يوسف حجي خطا الامور افضل من الطريقه اللي شاهدنا كان يكون الهدف الاول. فكانت تمريره بينيه جميله جميله. نعم. ديال لاعب مروان شماخ ونداء جيد ديال اللاعب حجي، ولكن لم تستغل لوجوده يعني راس لراس مع الحارس الايرلندي. الفريق الايرلندي فهو في ظل يعني عدم ايجاد حلول للوصول الى نادي المغربي عن طريق التمريرات البينيه، فالتجا الى القذف من البعيد، والقذف كان كله عشوائي. اللي جميل في الفريق الوطني المغربي هو انه اللاعب نصر الشاذلي في الجهه اليسرى فهو كيتحول يعني لما كيعكس الكره فعنده واحد اليمنى ساحره وكيخلق بها مشاكل للدفاع ديال الفريق الايرلندي، وخصوصا الحارس تيفي اللي كيعوض الحارس الاساسي لمنتخب ايرلندا. نعم. فتنظم التحركات ديال اللاعبين، كاين هناك وسط ميدان حقيقي ديال الفريق الوطني المغربي.